بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ معانا النهارده مشكلة عويصة معقدة، أعقد مشكلة في التاريخ وفي الجغرافيا، ظهرت العقرب المتراجعة تربيع المريخ. أوسخ من كده مفيش، إن المريخ ينظر إلى بيته نظرا نحيسا، يعني المريخ متصل اتصالات سلبية مع الكواكب اللي في العقرب. طبعا دلوقتي أنا قاعد في الأوضة وقعدت ساعتين أتكلم مع زبونة من شوية، استشارة لمدة ساعتين وأربعين دقيقة قاعدين بنحكي في الموضوع اللي أنا بقوله ده. فالكلام ده، هذا الفيديو مأخوذ من استشارة ساعتين ونص أو ساعتين وأربعين دقيقة، فديك أم الموضوع الحمضان ده. مختصر المشكلة كالآتي: إن أختنا في الإسلام وفي الإيمان وقعت في الحب المستحيل. الحب المستحيل كالآتي: إن أنت بتحب شخص متزوج ومرته بتحبه وهو بيحب مرته ومش هيتجوزك، أنت الزوجة التانية، أو العكس، أنت بتحب امرأة متزوجة وعندها عيال وهي مش هتطلع من جوزها وأنت عايز تطلعها من جوزها يا أخويا وتاخدها، ده اسمه الحب المستحيل. أو أنت بتحب شخص في دولة تانية ويصعب إن هو يجيك وأهله مش موافقين على الجوازة، ده اسمه الحب المستحيل. الحب المستحيل هو الحب الفنكوشي اللي محتاج معجزة من السماء عشان الموضوع يتحل، عشان أهله البنت يوافقوا على الزواج، او اهل الولد يوافقوا على الزواج، او العكس، او اي مصيبه تاخد الاثنين في مصيبه تاخدهم. ده اسمه الحب المستحيل، ان في اجراءات كتيره صعبه واجراءات معقده، وهي وقعت في فخ الحب المستحيل ده. ديك ام عنوان الفيديو ابن الشرطوفه، لان دي قصه بنت شرطوفه، وانا طفشت وبعمل الفيديو ده وانا طفشان 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 من ديك ام الغباء. اول خطأ استراتيجي وقعت فيه هذه الآدمية هو انها اعطت لقصة الحب اكتر من سنة. ده بداية الغلط، هنا بداية الغلط، بداية الغلط ان هي اعطت لقصة الحب الحمضانة اكتر من سنة. مفيش حاجة اسمها قصة حب اكتر، حاجة اسمها قصة حب أكتر من سنة، مفيش حاجة اسمها قصة حب أكتر من سنة، مغامرة، مفيش حاجة اسمها قصة حب أكتر من سنة، مغامرة، مفيش حاجة اسمها قصة حب أكتر من سنة، مغامرة. اديني حل، اديني حل، اديني حل للموضوع، يلا نعمل ترسيم الموضوع. أنت دلوقتي عايز تتجوز زواجة تاخدك عن حب، أوكي، شوف لي حل للموضوع ده. يلا انت فلان قابل فلانه في مصيبه تاخده ومصيبه تاخدها، وهيحبوا بعض وحبوا بعض وحبوا قلبه دباديب وورد، وابعت لي اغاني وابعت لك اغاني، وتبعت لي رصيد وابعت لك رصيد، وتبعت لي شوكولاته بالسم الهاري وابعت لك شوكولاته بالسم الهاري، وتبعت لي رصيد وابعت لك رصيد، وتبعت لي فلوس وابعت لك فلوس، واحنا الاثنين حلوين وروميو وجولييت وقصه حب سفينه تايتانيك، واحنا الاثنين احسن حب في الخرف العالم. اوكي، ادينا النكست ستيب، الخطوه القادمه، الخطوه التاليه، وماذا بعد؟ وبعدين ايوه، وبعدين عايزين بقى نصل الى نهايه الموضوع. يلا، في عقد زواج في الدول العربيه والوطن العربي، في عقد زواج في المجتمع الغرب الاوروبي الكافر، اتنين بيقابلوا بعض بيحبوا بعض بيركبوا على بعض بيخلفوا عيال في الحرام، ولاد الحرام، لان هم عيشتهم حرام في حرام، والولد الطفل اللي بيجيبوه بيجهضوه او ما يجهضوهوش، او يخلفوه يرميه في الزباله، او يحطوه في ملجأ ايتام، او يحطوه في مصيبه تاخدهم وتاخد اللي جابوه، عيشتهم كفر في كفر، وعيال الحرام عبده الشيطان اللي بياكل لحم خنزير. ده ما يناسبناش في المجتمع العربي الشرقي الاسلامي. احنا عندنا قيود وعندنا ضوابط، البنت تتجوز والواد يتجوز، والواد عنس والبنت عنست، والواد باير والبنت بايره، في ليميت، في حدود، لازم تتجوز، لازم يبقى فيه ارتباط. الجواز شر لا بد منه، هو مش شر ولا حاجه، هو خير بس ايه، شيء لا بد منه. اوكي، الحين هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. اديني حل لمشكله الحب اللي انت وقعت فيها. انت دلوقتي حبيت في فلان، اهلك موافقين؟ لا. اهلها مش موافقين؟ لا. خلاص اوكي، انهي ديك ام، اقتل هذا المولود قبل ان يولد. اوقد الحب في وأده ولا في طفولته، مش عارف، بيقول لك الوأد في الطفوله، ولا اقتله في مهده، وأد الطفل في مهده، اقتل هذا الجنين في مهده قبل ان يكبر وقبل ان يصبح مصيبه كبيره وبلوه كبيره. حلو الكلام، حلو الكلام. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل تسقيط للجنين، احنا هنشيل الحب ده من الموضوع. ليه بقى؟ لانه اهلك مش موافقين واهلها مش موافقين، وده حب مستحيل، وهي متجوزه وانت متجوز، وقصه حب. لعنه الله على اللي دخل هالمفهوم، لعنه الله على يوسف وهبي وعلى السينما الطعميه. الله الله الله، ينزل عليهم نيازك السماء تحرقهم، اللي دخل هالموضوع في الوطن العربي، قصص الحب الحمضانه. المهم، وبعدين شوف لنا حل، شوف لنا مخرج بقى. انت دلوقت بعد التورط في فخ الحب المستحيل وقصة الحب ومش قادر اسيبه، دخلنا بقى في ازمة جديدة، هي ازمة التعلق ومشاعري، وانا احمل مشاعري تجاهه واروح عند دكتور والدكتور مش موافق ومش عارف ايه، وتاخد حبوب اكتئاب وحبوب. يا ديني امي على المرار، يا ديني امي على المرار.
يا دين أمي على المرار، يا دين أمي على المرار، يا دين أمي على المرار. يا راجل دي مصيبة، يا راجل دي مصيبة، مصيبة بلوى، بلاء من الله ده. الوقوع في فخ الحب المستحيل، ده مصيبة يا راجل. يا راجل ده نكبة، نكبة الأمة العربية والإسلامية. نكبة يا راجل. أنت لسه مستني أهلك يوافقوا عليها وأهلها يوافقوا عليها. أنت لسه مستني لما هي تتطلق من جوزها وبعدين أنت تتجوزها ومش عارف إيه، وموت يا حمار. أه لا استنى استنى. الواد ابن الكلب، الواد ابن الكلب بيقول للبت بنت الكلب إيه؟ بيقول لها إيه؟ بيقول لها بعد قصة حب 6 سنين، يقول لها إيه؟ أنا لسه مش متأكد من مشاعري تجاهك. بعد 6 سنين، 6 سنين الحرب العالمية الأولى من 1400، من 1914 ل 1918، قصة حرب عالمية، ممالك حاربت بعضيها، روسيا حاربت ألمانيا، والنمسا حارب مش عارف مين، وبريطانيا حاربت فرق، وكله حارب بعضيه، وممالك اتفككت وهم لسه بيحبوا بعض، وبيقول لها انا مش متاكد، انا مش متاكد من مشاعري تجاهك. اه يا قلبي، يعني صحت يا جدعان. الواحد لو جاله القولون العصبي ولا جاله امراض نفسيه، طب ما هو انا مش هيجي لي امراض نفسيه الا من الاستشارات الخرا والزباين الخرا والاسئله الخرا دي. دي حاجه غريبه قوي. بعد 6 سنين واربع سنين، انت لسه بتساليني انت بالنسبه لي ايه؟ انتوا لسه، يعني انتوا لسه عايشين في الجحيم وفي المستنقع ده بتاع الحب والمشاعر والقرف ده كله. طب وبعدين ان شاء الله متى تجيبوا عيال؟ متى تدخلوهم المدرسة؟ متى تشتروا لهم محفظات؟ مش متى تشتري لهم حليب أطفال؟ متى تربي عيالك إن شاء الله؟ إن شاء الله متى تتجوز عيالك؟ متى تعيش؟ إذا كنت أنت في بداية الموضوع والموضوع متعثر، يضع الحصان أمام العربة ويشتكي التعثر ويطلب من الحصان أن يجرها. يضع الحصان، مش يضع الحصان أمام العربة، يضع العربة أمام الحصان ويطلب منه أن يجره ويشتكي التعثر. هو ده، أنت اللي عملت في نفسك كده، أنت اللي عملت في ديك أم نفسك كده. يعني إحنا تعبنا يا غالي، أنت أهو يا غالي تعبنا، اشتكينا يا غالي، اشتكينا من كتر ما حكينا. قلنا تاني أهو، تاني كمان مرة، مفيش حاجة اسمها قصة حب أكتر من سنة بدون ما يكون لها ترسيم وليها مستقبل. قصة حب ملهاش مستقبل، قصة حب ملهاش استمرارية، قصة حب حمضانة، قصة حب من سوق الجمعة، قصة حب من مقلب الزبالة، قصة حب شبه عشماوي. يا جماعة ده ناس مضحكة، والله ناس مضحكة. تاني كمان مرة، مفيش حاجة اسمها قصة حب أكتر من سنة أو أكتر من 6 شهور بدون ما يكون فيها حاجة واضحة، أو هي مغامرة. وأنا مش هغامر، ومش هقول لك غامر، أنت عايز تغامر اتحمل أنت تكاليف الرحلة لوحدك. أيوة تاني بقى، إذا ركبت في القطار الخطأ فانزل في أول محطة لأن تكلفة العودة ستكون كبيرة. هو ده نفس الكلام اللي إحنا بنقوله. هو ده نفس الكلام اللي إحنا بنقوله. أنت وقعت، خلاص أنت وقعت في الحب المستحيل. هوب انزل بدري بدري، يلا اطلع من كشم العلاقة بنت الشرطوفة اللي أنت وقعت فيها. هو ده، انت وقعت في قصة حب مستحيلة، قصة حب بنت شرطوفة. واحنا تاني كمان مرة، انت عندك زهرة العذراء، اه انت عندك زهرة الحمل، زهرة الخرى العذراء والحمل والعقرب، ما تحبش يا جدع. انت الحب خسارة فيك، الحب مش مكتوب لك يا جدع، بالغصب هو لازم تحب. لا استنى، ايش يقولوا؟ انت مش مكتوب عليك يا ابني تحب، انت ما اتخلقتش للحب، ولا الحب اتخلق عشانك. حلو، ركز في شغلك بدل ما تخسر نفسك وتخسر شغلك وتخسر وظيفتك وتخسر سمعتك وتخسر مكانتك وتخسر الحب وتخسر الزواج وتخسر ديك ام صحتك وتخسر عيلتك وتخسر اهلك. كل ده، كل ده عشان قصة حب حمضانة. كشم الحب على كشم المشاعر، على كشم العواطف، على كشم عواطف، على كشم العاطفة. مري ما تهين، انتو ما تهين، غير هيجننوني يا جدع. يضع العربة امام الحصان ويطلب منه أن يجرها ويشتكي التعثر. الله يتعامل مع النتيجة إن هي سبب المشكلة. إزاي ده بقى؟ اللي أنت فيه ده مش هو المشكلة، اللي أنت فيه هو نتيجة المصيبة. يعني أنت فاهم حاجة؟ يعني أنت السبب، أنت خدت قرار خرائي وورطتنا في القرارات المخرية بتاعتك دي، ووقعت في الفخ بتاع الحب المستحيل. وانا نبهتك كتير، انا بقى شكل بقى بعمل زبرميد فيديو في اليوتيوب عن الحب المستحيل، لان انا على الحرام من ديني تعبت، انا طفشت، انا مليت من ديك ام الموضوع. لا وفي ناس كتير واقعين فيه ده، في ناس، لا 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 لا. تعال نتكلم عن الابراج الثابته ومصايب الابراج الثابته. اتفضل يا معلم.
الابراج الثابته. مصيبه الابراج الثابته انها ما بتشوفش الا هو ده الشخص الوحيد. يعني انت، يعني انت فاهم؟ اه الله، والله اني تعبت من الكلام يا رب، اقسم بالله تعبت، مش عارف اشرح الموضوع. الابراج الثابته 2 و5 و8 و11، من يمتلكون كواكب في الابراج الثابته او البيوت الثابته؟ 2 5 8 11، برج الخرى الثور، برج الخرى الاسد، برج الخرى العقرب، وبرج الخرى الدلو. عنيد، دين ام العناد اللي فيك يا في عناد، يا دين ام عناد، عناد 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 عناد، عنيد عنيد عنيد، بني ادم عنيد، بني ادم عنيد، في عناد غريب غريب غريب، هالعناد اللي فيك غريب، هالعناد اللي فيك غريب 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 غريب. يدخل في قصة حب حمضان، اوكي اطلع منها بقى كده، مفيش طلوع. طب وبعدين؟ يعني هو انت غرست التغريز في المستنقع، وبعد ما تغرز في المستنقع وبعدين طلعنا بقى من الخرى اللي انت فيه ده، يلا اطلع كده، مش عايز يطلع خلاص. انا حبيت الشخص ده وما احبش اللي هو وما اشوفش اللي هو. يا ابني يا ولد ولد، انت معمول لك سحر تقفيل العيون يا ابني، مفيش اللي هو. الجواز اسمه ونصيب، خلاص مفيش اسمه ونصيب، مفيش اسمه ونصيب ما بينك وما بين هذا الشخص، خلاص الله ما كتب، الله ما كتب نصيب، خلاص نعمل ايه؟ نعترض على قضاء ربنا؟ نكفر عشان ديك ام الحب وديك ام المشاعر؟ يا جدع هيجننوني، يا جدع هيجننوني، يا جدع يا جدع هيجننوني، والله هيجننوني هيجننوني هيجننوني. طب وبعدين؟ شوف لنا مخرج من الموضوع ده. ازمه، عارف عارف هي ايه؟ هي خليط من 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 عده اشياء خرائيه اجتمعت مع بعضيها. كواكب في الوبال، تربيع الكواكب، مش عارف ايه كواكب ايه. انا 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 والله تعبت. انا دلوقتي بعمل فيديوهات عن ده الموضوع وبتكلم عن، انا دلوقتي بروح اشوف لي، اشوف لي تربه ادفن فيها. انا بعمل ايه؟ انا مش بعمل حاجه. حرب الاستقلال، هنتكلم عن حرب الاستقلال دي بعدين. محنه الحب المستحيل، الوقوع في فخ الحب، مش عارف ايه، وازمه موافقه الاهل، ازمه العادات والتقاليد، ازمه التعلق والتعود. يعني يعني ما مش عارف، انا كنادي الزمالك ما عنديش حل لده الموضوع. تاني كمان مره، الولد بعد 6 سنين حب يقول لك انا مش متاكد من مشاعري. يا امي، الطم الطم، اعمل ايه؟ انا بقفل ديك ام القناه في اليوتيوب. انا بروح ادفن نفسي، انا خلاص تعبت، والله اني تعبت. ليه انا انت ليه ليه ليه؟ فكر كده في الموضوع، تعال نفكر في الموضوع. ماشي، بعد 6 سنين انا مش متاكد من مشاعري. انت مش بني ادم، انت خنزير. يلا هل انت خنزير؟ يلا انت خرتيت، انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، انت خرتيت. كيف بعد 6 سنين حب مش متاكد من مشاعرك؟ ليش؟ مشاعر كلب هي، ليش؟ حجر انت، وعمر بيعدي ووقت بيضيع، وشغلانه بنت كلب شغلانه. ويبدو ان الكذب واضحا في هذه العلاقه، وكل الريد فلاجز وكل الاعلام الحمر والاشارات التحذيريه التنبيهيه كلها جاءتك ولم تنتبه يا ملعون الصلايب، لم تنتبه يا ملعون الصلايب. معلش 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 معلش، يدخل في دوامة ويدخل في كده في موضوع مقفول بالضبة والمفتاح، مفيش مخرج. عارف الدوامة؟ حاجة كده بتلف، حب مستحيل. أنا أصلا متعلق بيها. لعنة الله عليك أنت وهي، لعنة الله عليكم أنتوا التنين. إيش اللي إيش اللي متعلق بيها؟ إيش هو اللي متعلق بيها؟ أنا استفدت إيه؟ أنت دلوقتي لما حضرتك تقول لي أنا متعلق بيها، أنا كمحمد أنا استفدت إيه؟ أنا بقى استفدت إيه يا أستاذ يعقوب؟ لما أنت بتقول لي أنا متعلق بيها، أنا بقى استفدت إيه؟ كيف احل الموضوع ده؟ اما انت حضرتك متعلق بيها وهي حضرتها متعلقه بيك، اوكي مفيش اسم ونصيب، مفيش جواز، مفيش عقد جواز، روحوا عيشوا في الحرام زي الاوروبيين اللي بياكلوا لحم الخنزير وما بيغسلوش اطيازهم بالشطافه. يلا ما روحوا عيشوا، يلا عيشوا زي الاوروبيين، انتوا مالكم اللي عيشتوا الاوروبيين المخنزره دي؟ يا ديك امي على المرار، يا دين امي على المرار يا جدعان، يا دين امي على المرار. ده مر الله يمركم، انتوا الخرائيات اللي انتوا بتجيبوها لنا دي، مر الله يمركم، مر 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 يا راجل، مر.
من جد. بكمل انا، بعمل فيديو تاني، محنة الحب المستحيل، ماذا بعد الوقوع في الفخ. ده الجزء الاول ماشي، بسجل كمان جزء، يعني بعمل مونتاج للجزء الخرائي ده، وبعمل جزء خرائي رقم 2. اما نشوف كيف هنطلع من ديك ام الموضوع ده، لان تعبت يا غالي. انت الناس دي كيف تفكر؟ الناس دي بتفكر بتزهق، قسم بالله يا غالي، دي حاجه مش طبيعيه، حاجه مش طبيعيه، حاجه شيء غريب، شيء غريب. وخلاص هوقف الدنيا كلها علشان قصه الحب الحمضانه دي. طب ده ينفع؟ ده يرضي مين ده؟ ده في عرف مين ده، ولا في ديانه مين ده يا غالي؟ انت توقف الدنيا كلها، ما فيش الا هو هذا الانسان يعني، اللي خلقه ما خلقش غيره يعني. يلا يلا، ما فيش مشاكل، هنتصرف ان شاء الله، ونشوف الدنيا دي رايحه فين وجايه منين. ماشي، مستني السنه بتخلص، وراح اعمل مونتاج للصوره، ما اشوف هنوصل ليه. ماشي.